السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات بكون محتاجين صورة للتصميم، فبندور على جوجل. الأضمن إن احنا ندور في موقع زي Unsplash، ده موقع open source، تقدر تدخل وتحمل الصور زي ما تشوف مكتوب إنها open، يعني لما ملهاش حقوق ملكية، صاحبها يعني مش عايز منها حقوق ملكية، فتقدر تختار الصورة وتعمل لها داونلود فري بالماس اللي انت عايزه، small medium large زي ما انت عايز. هو مقسمهم حاجات طبيعية architecture وهكذا، وتقدر تعمل سيرش بالكلمة اللي انت عايزها. تمام، تقدر تختار مثلا صورة من الصور ديت، بصراحة كلها صور جميلة ما شاء الله، تقدر تعمل لها داونلود، وتقدر يبقى لك حساب وتعمل فيفورت للصور اللي انت عايزها. ولو انت عندك صور يعني انت مصورة بنفسك وعايز ترفعها، تقدر ترفعها لو انت عندك حساب، تقدر تعمل سبميت فوتو لو انت عندك حساب، والحساب مجاني، وتقدر ترفع كل الصور اللي انت عايزها.